اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على نموذجين من وحدات النقل المعلقة، وهو نظام مستقبلي للتنقل تدرس هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع شركة سكاي واي جرين تك، وتعد إحدى مبادرات الهيئة لمستقبل التنقل في الإمارة. جاء ذلك خلال تفقد سموه لنموذجي وحدات النقل المعلقة على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات. يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، واستمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لشرح من سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة حول نموذجي نظام الوحدات المعلقة الذي يمتاز باستخدام مساحة أرض أقل بعدة مرات مقارنة بالأنظمة التقليدية ذات السعة نفسها وكفاءة استخدام الطاقة الذي يقل بمقدار 5 مرات عن المركبات الكهربائية.